نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية مستمرين في مناقشة أو محاولة فهم الحكم اللي صدر النهاردة في قضية خلية المريوت، سواء من المنظور القانوني أو المنظور الحقوقي والسياسي أيضا. وطبعا إحنا لسه موجود معنا أستاذ حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقد ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اللي برحب بيه معنا مرة تانية. وأستاذ حافظ، قبل الفاصل كنت حضرتك بتكلمني عن أنه لازم نشتغل ونفهم الناس، فأنا رديت على حضرتك وقلت لك دول لو عندهم فعلا محاولة أو استعداد للفهم، أو هم مش متبنين موقف ضد مصر من 30 يونيو ومش مستعدين للتراجع عنه. لكن هنا إزاي أربط أو إزاي أتكلم عن دور قطر؟ لأن كتير من ردود الأفعال قالت قصدها راجع للتوتر ما بين مصر وقطر، حاجة انتقامية من قطر وما إلى آخره. فإزاي قطر بتلعب في الملف ده وإزاي بتسوق ليه أو حتى تستغله على المستوى السياسي؟ لا، هو طبعا قولا واحدا، هذه المجموعة عندها أكتر من خطأ يضعها في علامات الاستفهام قدام أي سلطة في أي دولة. إن هو يدخل بدون بفيزة سياحة، وبالتالي هو مش جاي لا يشتغل لا فيزة عمل ولا جاي بيشتغل صحفي ولا أخطر السلطات. القواعد في مصر بتقول أن الصحفي بيجي بيروح لهيئة العمل استعلامات يسجل لديها باعتباره مراسل أجنبي ثم يحصل على الترخيص للعمل. أدي واحد. اتنين، انه يحول مكان في الفندق على انه هو استديو وفي معدات وفي كذا، على خلاف برضو القانون. المفروض انه عنده مكتب بياخد بترخيص هذا المكتب زي المكتب القديم اللي كان موجود، وعارفين هذه القواعد. وبالتالي ما فيش. الحاجه الثالثه انه الماده الفيلميه اللي كانت موجوده بتقول عكس حقيقه ما كان يحدث في مصر، انه يصور ويعني يحاول يلفق بعض الوقائع عشان يظل الوضع في مصر متوتر زي ما كانوا بيعملوا في سوريا، يعني 10 ولا 5 15 واحد في مظاهرة، يعني يروح جايب لها تصوير أبعد وأكبر ويخليها بشكل مختلف ويدي للرأي العام إيحاء بشكل مختلف. فهم عندهم أخطاء طبعا كمهنيا وصحفيا، لا في أخطاء تحط 100,000 علامة استفهام قدام السلطات. لك انا كان تقديري في الوقت ده لو كده يروحوا مرحلين الاجانب والمصريين هتبقى تهمتهم بالغرامه او بكذا زي يعني اصل اقول كجريمه نشر. انما في الحقيقه لا، في موقف قانوني محتاج تفسير من الجزيره ومحتاج تفسير اصلا من الاشخاص دول ازاي تدخل فهذه الاخطاء. لا، تقول الموقف المصري عنده جزء من المشروعيه القانونيه في اتخاذ هذا الاجراء. انما الاحكام تبقى بهذا الثقل، انا اعتقد هو ده الخلاف. انما هم اخطاوا؟ لا اخطاوا، مرتكبين جرائم ما فيش دوله بتقبلها، ما فيش دوله. وده والجزيره بالذات عندها 3 حالات مشابهه، يعني او حالتين مشابهتين. حاله الحاج اللي كان في غوانتنامو واتقبض عليه، كان مصور مع الكرو بتاع الجزيره في افغانستان، والاخ تيسير عزوني اللي كان ايضا في افغانستان وكان في الجانب اللي كان فيه يعني وبرده فبركه واخبار كاذبه وبرده تضليل. ليهم سوابق في القصه دي، ليهم سوابق. فتستطيع المتحدث المصري ان هو يشرح ده مع اخذ في الاعتبار شرح ايضا النظام القضائي المصري ووجود درجتين والمحاكمه على درجتين، وانه في امكانيه لمراجعه الحكم قانونا ووفقا للتشريع القانوني المصري وليس تدخلا من سلطه تنفيذيه ولا من رئيس جمهوريه.